السلام عليكم. وعليك السلام والرحمة. تفضل معي. كيف حالك أستاذ أشرف؟ الحمد لله. معك خليل فلسطيني، خليل من فلسطين. سني متشيع. تفضل أستاذ خليل، سؤالك في الحسين. لا، أنت اللي عندك سؤال. أنت طرحت سؤال في الحسين، أو أنت طرحت إشكال: كيف كان خروج الحسين إبقاء للدين؟ صح؟ لا، ما كانش ده سؤال. طيب، اسمع إذا تحب السؤال. تطرح تفضل. السؤال يقول: الحسين أراد أن يقتل عند الشيعة، تمام، وهو يعلم أنه سيقتل وأراد ذلك ولم يأمر بالنصر مع أن الله خيره، وإذن هي إرادة الحسين في المقام الأول، صح ولا غلط؟ غير صحيح، غير صحيح، غير صحيح، غير صحيح؟ غير صحيح. طيب يعني دليلك. أتعرف استنى 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 أتعلم استنى استنى لماذا استنى 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 أتعلم استنى. لماذا شنع في اصبر الحسين اصبر جيش الأمويين، اصبر يا ولماذا أستاذ خليل. مثلوا أستاذ خليل بجسده؟ اهدى عليا، لا أنت معايا طول هنا الاتصال، طول الحلقة لو عايز، بس هتتكلم مع أشرف تتكلم بدليل. حاضر. حضرتك الآن بتقول ليس بصحيح، قول لي إيش دليلك يا أشرف؟ صح ولا مش صح؟ أخي الفاضل، لا أحد، يعني هل معقول إذا هو ذاهب أن يقتل يذهب ويأخذ معه أهل بيته، أنا بسأل يأخذ حضرتك معه سؤال، نساءه أنا بسأل حضرتك سؤال، وأطفاله؟ ده أنت حضرتك أنت متشيع. لو رايح للموت، رايح تموت، تاخذ معك طفلك الرضيع؟ يا أستاذ الفاضل، أنت عندك قاعدة هامة جدا، تمام؟ نعم. إن الحسين خير ما بين النصر، تمام؟ والشهادة فاختار الشهادة. الكلام ده حضرتك معترض عليه ولا أخي كلام هذا، صحيح؟ لا، أنا معترض على هذا الكلام، أنا إذا من أين معترض على تأخذ هذا زينك لما الكلام. أنت معترض؟ ثانيا، عندك أقوال تقول ما من إمام إلا ويعلم متى يموت ولا يموت إلا باختيار منه. لا، غير صحيح هذا الكلام، غير صحيح هذا. وبعدين هذا منافذ لعقائد، منافي لعقائد جميع المسلمين، سنة استنى بس الحسين. خلاص لحال أبويا. ده شيء إزاي يا أستاذ خليل؟ شيعي متشيع لأمير المؤمنين ولأهل يعني إيه البيت. متشائم بتقرا من أي كتب دلوقتي؟ شيء إزاي يعني؟ عايز أفهم. يعني بص، بصيت اهو، قول لي. انت شايف انه امير المؤمنين علي بن ابي انا طالب؟ مش شايف، لا، انا ما بشوفش، انا عندي ادله. الان عارف من اين ادلتك على دينك الجديد وانت بتقول انا ارفض هذا الكلام وارفض هذا الكلام وارفض هذا الكلام؟ فين ادله التشيع عندك القائم عليها الدين الشيعي اساسا؟ طيب. الان هل لاني انا مثلا انكرت بعد بعض عقائد السنة وذهبت إلى الشيعة وجدت عندهم انت عقائد انكرت اصول صحيحة، عند الشيعة مش بعض العقائد. لا، هذه ليست من الأصول أخي، ايه يا حبيبي، هذه أمور ايه ايه خلافية، ايه الامام هذه يقول ليست لك، من الأصول. تمام، الامام يقول لك في عصمته في علمه في كل هذه الامور، من جهل امر منها كمن جهلنا جميعا. في حديث رواية يقول: لو كنت بين موسى والخضر اخبرتهم بعلم ما كان وما سيكون. كل ده عندك ليس في اصول معرفه العلم الغيب، عصمتهم معرفه يموت ولا يموت الا باختيار منه. الامام عندك بيده ذرات الكون ولا التكوينيه، كل دي مش اصول عندك في العقيده؟ اخي اشرف، انت بما انك مطلع على عقائد الشيعه، امال انت شيعت ازاي من غير ما تطلع؟ لحظه، لا، انت مطلع، ففي اكيد مرت عليك هذه القاعده انه ما يعارض القران الكريم، يعني النص الجلي، هو له الأولوية. أنت تجيب لي هذه الروايات إذا كانت تنافي روح القرآن فيضرب بها عرض الجدار، واضح؟ هذه قاعدة أصولية عند الشيعة. تعال يا أبو، تعال تعال تؤمن. استنى استنى لحظة استنى استنى لحظة تعال 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 لحظة تعال أنا بدي أعرض عليك آية، تعال بدي أعرض عليك آية قبل الآية، لو سمحت. قبل الآية لو فضل، سمحت قبل الآية فضل. قلت لك أنت ممكن تكون نعم. معايا طول الحلقة، مش مشكلة بالنسبة لي. بارك الله فيك. حضرتك الله بتقول يديك. اي نص يخالف القران يضرب به عرض الجدار. هسالك سؤالين. نعم. تؤمن بعصمه الامام من الخطا والسهو والنسيان؟ اخي شوف، انا اخذ عقائدي، يعني اصول عقائدي من القران، فالقران الكريم ينص، يعني في سوره الاحقاف عندك الايه
وما كنت بدعا من الرسل، ولا أدري ما يفعل بي ولا ما يفعل بكم. يعني إذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم ماذا يفعل به وماذا يفعل بالمؤمنين، فأنت تريد أن تقنعني أن الأئمة من بينهم الحسين عليه الصلاة والسلام يعلم ماذا يفعل به أنا بس وهو أحضر سؤال. مخير؟ أنا سألتك شوف، دلوقتي في علم الغيب، الشيعة تؤمن عندهم بعصمة غلو، الإمام لا من شك الخطأ أن الشيعة والسهو؟ يا عندهم غلو. أستاذ تؤمن بعصمة الإمام من الخطأ والسهو والنسيان؟ مش بالطريقة اللي أنت بتعتقدها، أنا يعني بتكلم أنا لا بالطريقة أؤمن الشيعية، معتقد بعصمة الشيعة يقولوا مطلقة. ذلك. لا لا لا، ما هو أنت عندك سوء فهم للعقائد الشيعية. تصدق لا وتآمن أحد، بلا إله إلا الله؟ شوف، لا أحد يعتقد أنا لو بالعصمة في دكتوراه المطلقة إلا تقدم في الغلاة. العصمة أخدها. نعم، تقول لي أجهل؟ لا، أقول لك ممكن أجهل بعض ما تكلمش في العصمة بالذات، عشان لو في رسالة دكتوراه وما يفوق الدكتوراه في العصمة عند الشيعة أخدها، ما سبتش رسالة عملية لم أقرأها للشيعة في العصمة. اسمعني أستاذ أشرف، بعد إذنك، بعد إذنك، أنا الآن أريد أسألك، هل أنت تعتقد أن الشيعة يأخذون دينهم من القرآن، أم تعتقد أن هذه الآيات القرآنية الغرض طيب استاذنا عند الفاضل الشيعة هو ممتاز، التعمية ويأخذون من انا استاذ الروايات؟ خليل ساتنزل معك تنزلا تام. ما حكم من يقول بعدم صحة هذا القرآن؟ عقائد كفرية، هذه عقائد كفرية. إذا أنت تعتقد أن مثلا كانت هناك 200 آية من سورة الأحزاب سقطت يوم مسيلمة، وكان في بينها آية الرجم ومن هذا الكلام، شوف فهذه انا عندي برضه سؤالي عقائد واضح، كفرية، سؤالي سواء واضح، أنت شوف كنت سؤالي سني واضح، ولا سؤالي شيعي، واضح، هذه سؤالي عقائد واضح، سؤالي كفرية. واضح. نعم، يعني ايه، ما حكم من قال بعدم صحة هذا القرآن وأن هناك قرآن صحيح موجود مع المهدي؟ ضال ضال، هذا ضال ضال، مضل، ضال بس مش ضال كافر يعني، مضل. نعم، مش كافر يعني. شوف، انا بصراحه لا اكفر لا سنيا ولا شيعيا، هم انتم تكفروني، السنه يكفروني اهدى يا ابني، والشيعه اهدى يكفروني، اهدى بس، سيبك من وما الأفلام عندي دي، مشكله، اهدى بس انا ما اهدى، كفرش حد، قول اهدى، قول انا هدية، عندي كلكم مسلمين، اهدى قول هدية، ولكن في عندكم بعض اهدى قول هدية، الضلال، العقائد اهدى قول الكفريه. هدية، واضح؟ اهدى قول هدية. الله يقول في القرآن رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أين الإمامة نعم، في القرآن وأمام تلك الآية الصريحة الواضحة الجلية التي قالت لا حجة بعد الرسل؟ حضرتك شوف، اسمع بس، أنت نعم، قلت كل آية، كل قول يخالف النص الصريح للقرآن يضرب به عرض الجدار ولا تعمل به. الإمامة أمام هذا النص، تفضل. شوف، أنا ممكن أثبت لك الإمامة ووجوب ولاية علي بن أبي طالب إذا بتعطيني 30 ثانية، بس بدي منك 30 ثانية بدون من انقطاع، القرآن، إن تفضل شاء من الله راح القرآن، أعوضك من من القرآن دون القرآن. نعم، التطرق إلى الروايات، تفضل. بس بدي 30 ثانية. طيب، من القرآن دون أن تتكلم من بالروايات، القرآن، من القرآن، تفضل. أول آيات وبعدين نعرض روايات، ماشي؟ لا 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 نعرض لا الآيات لا لا ونعرض لا لا، الروايات. أنت قلت كل قول يخالف القرآن لا يعمل به، عندك 30 آه ثانية طبعا للرد على طبعا الآية اللي طبعا أنا طبعا. بعتها آه نعم وأعرض نعم نعم أدلتك، نعم تفضل. طيب شوف، في عندك أول آية، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. واضح؟ في عندك وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. واضح؟ وفي عندك ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. واضح؟ هذه 3 آيات صريحة واضحة تنص على وجوب طاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اتفقنا؟ متفقين على هذا الكلام؟ فإذا كنا متفقين على هذا الكلام، إذا ماذا أمر الرسول؟ ما هو الذي علينا نحن وجوب الطاعة؟ السمع والطاعة. عندما يقول الرسول من ألست أولى بالمؤمنين من اصبر أنفسهم؟ بس، احنا ما وقالوا خلصناش بلى. القرآن، اصبر لا، الآن. أنا احنا سؤالي خلص، واضح، هاي سؤالي واضح، الآيات، سؤالي واضح، عرضت عليك سؤالي الآيات، واضح، الآن سؤالي عرضت واضح، عليك أمر الرسول. سؤالي واضح، نعم، خدت ال 30 ثانية بتوعك، سؤالي واضح. حضرتك هناك آية في القرآن قالت رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هل الإمام نعم عندك حجة أم ليس بحجة؟ لا، شوف، الآية واضحة، أنا لا أعاند نصوص، أنت تجيب لي نص قرآني، أنا ما راح أجي سؤالي واضح، أحاول هل أقف الإمام على غير حجة معناه. أم واضح؟ ليس بحجة؟
أنا عندي الحجة هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شكرا لك، ضربت الإمام، شكرا لك، بس خلاص، شكرا لك، مع السلامة. إذا لا حجية بعد الرسول، دور لك على دين بقى كوكتيل. ده دينه كوكتيل. مش انت يعني لما تقول لي اصل انا قطعت الرسول، ممتاز، اصل انا لا اؤمن بهذه العقائد الكفريه، اذا يقول بتحريف كل عقائد كفريه وبيتكلم في النسخ عند اهل السنه، ده مش اسلوب واحد عامي بسيط متشيع، ده اسلوب خبيث احنا عارفينه من زمان، حفظناه بمعنى اصح.